وبالعودة إلى ملف المقابر التي اكتشفت مؤخرا في الإسحاقي، ينضم إلينا من عمان للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. كما تلاحظون بين الفترة والأخرى يعني يتم الإعلان عن كشف مقابر جديدة جماعية في العراق في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران، وآخرها كان في ناحية الإسحاقي. كيف يمكن قراءة اكتشاف هذه المقابر الجماعية؟ من المعلوم تماما أن هذه المقابر الجماعية نتيجة واقعية لإجرام هذه الميليشيات والسلطات الحكومية، وبالتالي القضية ممنهجة ذات طابع انتقامي من أبناء هذه المحافظات سعيا منهم للتغيير الديمغرافي بكل تأكيد. ولذلك حقيقة أن هذه المقابر الجماعية تكتشف بعد انسحاب الميليشيات أو انتقالهم من موقع إلى موقع، وبالتالي أصبحت المقرات والمواقع العسكرية عبارة عن مقابر جماعية يتم فيها تعذيب الناس واقتيالهم وقتل جماعي، وهي طبعا جريمة دولية لأنها ضمن الإبادة الجماعية. وعلى هذا الأساس فإنه ما يجري هو تطهير عرقي واضح لهذه الميليشيات وللسلطات الحكومية. لا يمكن فقط أن نقول الميليشيات الولائية من تنفذ، لأنه كل المواقع العسكرية مختلطة ما بين الجيش الحكومي وما بين هذه الميليشيات والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. وعلى هذا الأساس حقيقة فإن الحكومة وعموم العملية السياسية متهمة بتنفيذ المقابر الجماعية التي تتعامل بإزدواجية معها الأمم المتحدة والموقف الدولي، على عكس ما كانوا تطبل هذه الأحزاب على مقابر جماعية للنظام السابق. نعم، لكن لماذا لم يكشف عن هذه المجازر في حينها في ظل وجود عشرات المنظمات واللجان الحقوقية التابعة للحكومة، وتكتشف ربما بالصدفة كما حصل في هذه المرة وفي المرات السابقة؟ لأنه لا يوجد هناك طرفا عراقيا أو طرفا دوليا مستقلا ضمن إطار العملية السياسية أو بعثات الأمم المتحدة في إطار مستقل يبحث عن هذه الجرائم أو يبحث عن انتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. كلهم متواطئون مع هذه الجريمة إما صمتا وإما أنهم مشاركون فيها كسلطات الحكومية. وثانيا أن أغلب هذه المقابر الجماعية تأتي في سياق مواقع كانت تشغلها ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الحكومية، فبالتالي لا يمكن للمدنيين أن يذهبوا باتجاه البحث في المواقع التي كانوا يتخذونها ثكنات عسكرية. ومن هنا حقيقة ينبغي على جميع الأهالي، لأن هذه الجريمة المنظمة يبدو أنهم أيضا ارتكبوا جريمة أخرى بعدم الكشف عنها، أن يذهبوا إلى المواقع العسكرية التي كانت تشغلها هذه الميليشيات أو تتواجد فيها أو القوات الحكومية للبحث عن المقابر الجماعية. لأننا حقيقة أمام كارثة إذا ما نظرنا أنه عشرات الآلاف من المختطفين والمغيبين قسرا لا زال مصيرهم مجهول في ظل صمت حكومي إلى هذه اللحظة لم تبذل جهدا. نعم. واضحا في الكشف عن مصيرهم. نعم، هل تتوقعون في المقابل تحركا حكوميا لمعاقبة الجناة والفاعلين، أو حتى على الأقل البحث في ذلك يعني والتحقيق في هذه الجرائم؟ لأن هناك العديد من التقارير الحقوقية غير الحكومية تتحدث عن غطاء حماية للميليشيات وقادتها. إذا ما نظرنا إلى الأدلة الواقعية فإن اكتشاف قبل عدة أشهر مقابر شرق الفلوجة عندما كانت ميليشيات حزب الله متواجدة في مناطق الهياكل في الفلوجة، عندما انسحبت تم اكتشاف مقابر جماعية، تسترت الحكومة عليها ولم حتى تكشف جثثها ولم تحاول فحص الحمض النووي من أجل معرفة ذويهم، علما أن في المحافظة هناك صوتا عالي على مختطفي الصقلاوية ومختطفي الرزازية الذي يقدر عددهم بال4000 مختطف. لذلك لم تبذل الحكومة بل تسترت. والكارثة الأكبر أن ممثلي في العملية السياسية هذه المدن التي يكتشف فيها المقابر الجماعية ينضمون إلى الميليشيات في التستر عليها بغية عدم إحراجهم سياسيا، وبالتالي هم متعاونون مع الجريمة. إذا لدينا أن السلطة الحكومية تتعاون مع إخفاء هذه الجريمة، فكيف يمكن لها أن تعاقب هؤلاء الجناة؟ مطلقا أنها لن تذهب باتجاه معاقبتهم، بل إلى هذه اللحظة هي تكرمهم وتدعمهم، بدليل أن الموازنة المالية وفرت للميليشيات غطاء ماليا كبيرا في ظل عدم وجود لا ملف خاص لتعويض المتضررين ولا حتى معاناة
دعم عوائل هؤلاء المختطفين والمغيبين قسرا، والتي تعلم الحكومة أن عددا منهم كبيرا تم قتله بالمقابر الجماعية. لذلك الحكومة لا يمكن التعويل عليها، وهناك تواطؤ واضح لبعثة الأمم المتحدة في العراق على التغطية، لأنها تتعامل بازدواجية مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان وهذه المقابر الجماعية، الذي ينبغي حقيقة أن يكون هناك رأيا دوليا والخروج من هذا الصمت الدولي باتجاه تشكيل فريق دولي حقيقي من أجل حقيقة معرفة أولا عائدية هذه الجثث، وثانيا انتشالها، والكشف عن هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي. وفي الحقيقة أستاذ عبد القادر، هناك رأي دولي وحقوقي في أكثر من 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 أكثر من مؤسسة، وعلى سبيل المثال فإن تحكم الميليشيات في العراق يعني أدى إلى انحدار التصنيف الحقوقي والأمني عالميا للعراق، وتصنيفه كبلد خطر، وهذه مسألة أيضا من المسائل التي يعاني منها العراق نتيجة تحكم هذه الميليشيات، أليس كذلك؟ بالتأكيد هذه الميليشيات رفضت وطاردت كل المنظمات الدولية، وهي تسعى جاهدة للتستر على هذه الجرائم كما يحصل في إيران، وهو استنساخ للتجربة الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان. لذلك نعم، المنظمات الدولية كانت سباقة في كشف هذه الجرائم، وكذلك معرفة الحقوق العراقيين من انتهاكات فظيعة يتعرضون إليها، والميليشيات تحاول طرد أو منع إيصال المعلومات لهذه الجهات الدولية. لكن أنا أتكلم هنا عن بعثة الأمم المتحدة التي عليها واجب قانوني، لأن هذه المقابر تندرج ضمن التطهير العرقي، وهي أحد أركان حرب الإبادة الجماعية، يعني يفرض عليها أنها تتحرك لهكذا انتهاكات فظيعة، أقل تقدير أنها تزور أماكن المقابر الجماعية، تكشف عنها بشكل علني وواضح تماما، تستطلب أو تستدعي فريقا من الأمم المتحدة خاصا، تذهب باتجاه الضغط على الحكومة الحالية وسلطاتها بعدم التخفي وراء هكذا جرائم. وبالمناسبة يعني هذه الجرائم يبدو أنها ستكتشف المزيد في الأيام القادمة والأشهر القادمة عن هذه الجريمة، لأن الحكومات المتعاقبة كلها شاركت بالمقابر الجماعية، سواء حكومة إبراهيم الجعفري أيام الطائفية أو حكومتي المالكي، وهذه المقابر بالمناسبة هي في حكومة حيدر العبادي عندما اجتاحت هذه الميليشيات هذه المدن. نعم، طيب هذه المقابر كيف أسهمت بترك ندوب لا تمحى في ذاكرة المجتمع العراقي؟ وهل هناك أمل بإعادة مئات المختطفين والمخفيين قسرا في البلاد؟ يعني من المؤكد عدم وجود جهة مستقلة وعدم وجود طرف حقيقي يمكن أن يكون عاملا باتجاه إعادة هؤلاء المختطفين، يصعب الحقيقة عودتهم ويصعب الكشف، لأنه نتكلم عن سنوات والسلطات الحكومية تشرف على كل السجون وتشرف على الميليشيات، وهي التي تدعمها وتدعم جميع الأجهزة الأمنية المرتبطة بها، سواء في وزارتي الدفاع والداخلية أو ميليشيات الحشد وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى، لم تعمل إلى هذه اللحظة على كشف مصير المغيبين، فكيف يمكن الاطمئنان على حياتهم، وكيف يمكن أن تكون هناك جهودا في الكشف عنهم وعن هذه المقابر الجماعية؟ بالتأكيد الوضع مأساوي والوضع صعب جدا، لا سيما على العوائل الذين يفقدون ذويهم، وهذا حقيقة يندرج في عملية الاستمرار في هذه الجريمة، القضية لم تتوقف، وبالتالي لن تغادر ذاكرة العراقيين هذه الجرائم المنظمة الإرهابية التي ترتكب من هذه الميليشيات بطريقة واضحة، لأننا نتكلم عن إبادة جماعية وقتل وجد فيها جثث الأطفال، وجد فيها جثث الأحداث والكبار، وغيبت عوائل بالكامل أمام هذه الجريمة عندما يسفك الدم العراقي ظلما وعدوانا بهذه القضية. لذلك لم تمحى ولن تسقط هذه الجرائم بالتقادم، وبالتالي لن يضيع حق وراءه مطالبون، وهؤلاء سيأتي حسابهم لأن الظلم سيزول. أستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.